بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أحبتي الكرام، نريد أن نتحدث اليوم عن موضوع مهم جدا داخل البيوت، ألا وهو الذكاء العاطفي، كذلك إدارة المشاعر داخل البيوت، وكيف أن هذه المشاعر تؤثر على السلوك وتؤثر على التفكير داخل البيوت، وهو ما نسميها بإدارة الذات. فلو أن كل إنسان حقيقة ركز على تكوينه وركز على كيف أن الله عز وجل خلقه بهذا الشكل، فإن هناك دائرة متكاملة من التفكير والمشاعر والسلوك، وكل من هذه الثلاثية يؤثر كل منها على الآخر سلبا وإيجابا. فلو أن الإنسان فكر تفكيرا سلبيا فإن مشاعره سوف تكون سلبية، وسلوكياته أيضا ستكون سلبية. كذلك إذا كانت تفكير إيجابي فإن مشاعره وسلوكه ستنقلب بالذات إلى يعني إيجابية متكاملة. فنحن أحبتي الكرام نريد أن نتكلم عن إدارة الذات داخل البيوت، خاصة إذا كان لدينا استطاعة في التحكم في ذواتنا، وهذا لا يأتي إلا بالمران ولا يأتي إلا بالتدريب. فمن كان يستطيع أن يتدرب على هذه الأمور بشكل جيد فإنه سوف ينتقل من مراحل إلى مراحل عظيمة، خاصة نحن مع بيوتنا ومع أهلنا وأحبابنا. أحبتي الكرام، الذكاء العاطفي أو الذكاء المشاعري أو الذكاء التفكيري والتفكير بذكاء والتفكير والذكاء السلوكي أيضا داخل البيوت هو نتاج من البيئة التي نعيش فيها. فإذا كان الإنسان يعيش مع يعني أبوين لديهم هذا الذكاء، فبالتأكيد سوف تنتقل هذه الأشياء إلى أبنائهم، وسوف يعيشون بتواد وتراحم، وتكون البيوت بإذن الله عز وجل بيوت مطمئنة. أما إذا كان في هذه الأمور نقص وتقصير، وإذا كان الإنسان يعتمد على السلبيات بدرجة كبيرة، وإذا كان الإنسان يعتمد على ردات الفعل في المجتمع بحيث أنه يقول أن الناس كلهم يفعلون هذا وأنا أيضا سأفعل مثل ما يفعل الناس، فهذه الأمور سوف تنتقل من الإيجابية إلى السلبية بدون تفكير وبدون وعي، وربما الإنسان كان رأس حربة في هذا الموضوع وربما دمر بيته وهو يعني يريد أن يصلح، إذا به يدمر بيته تدميرا كاملا. فكل من هذه الأشياء يؤثر على الآخر سلبا وإيجابا. فلو أنك سيطرت على إحداها لسيطرت على الجميع. فمثلا لو أن الإنسان سيطر على سلوكه، كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل فقال له: يا رسول الله أوصني. فما كان من الحبيب صلى الله عليه وسلم إلا أن قال له: لا تغضب لا تغضب. هنا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسيطر هذا الشخص على سلوكه. فلو أنه سيطر على سلوكه فعلا فالإنسان ربما لا يستطيع أن يسيطر على تفكيره، ولا يستطيع أن يسيطر على مشاعره من الداخل سواء حبا أو كرها. فهذه الأمور ربما تكون أمور يعني معنوية أكثر منها، ولكن هذا الأمر الذي هو السلوك إذا سيطر الإنسان عليه سيطرة كبرى، إذا بنا نجد أنه يستطيع أن يسيطر حتى على المشاعر، ويستطيع أن يسيطر على التفكير الذي هو كان بادرة من بوادر السلوكيات السلبية. أحبابي الكرام، التدريب على الحركات والتدريب على التفكير والتدريب على المشاعر والسيطرة عليها أمر مهم جدا. نحن في هذه اللحظات لو أن الإنسان سيطر على تفكيره الذي يعني الذي هو نتاج وبذرة من بذار السلوكيات ونتائج الأمور ونهاياتها، لو أنه سيطر على تفكيره بشكل جيد، يعني عندما يكون في بيئة
يغلبها التفكير السلبي، هذا يقول لابد من المشاكل، هذا يقول لابد من الدمار، وهذا لابد أن يكون من القتل وكذا. نحن بيوتنا الآن حقيقة يعتريها هذا الأمر، فعندما نفتح التلفاز ونتفرج على الإذاعة المرئية، وربما كنا حتى في السيارة نستمع إلى الإذاعات وما تلقيها إلينا من أخبار، هذه الأمور تؤثر في تفكيرنا تفكيرا غريبا عجيبا. خاصة أحباب الكرام، إذا كانت هذه القنوات لا تتقي الله عز وجل وكانت موجهة بحيث أنها تريد أن تسيطر على عقول الناس، فما كان من هذه السيطرة إلا أن كانت تزرع بذورا من بذور التفكير السلبي داخل هذه العقول. كم من يعني مسلسل فيه من سلبياته وفيه من أموره الضارة بالأخلاق الاجتماعية وبالقيم المجتمعية، إذا ببعض القنوات تعرض هذه المسلسلات وبدون ضوابط وبدون غربلة وبدون تصفية ولا تنقية، فإذا بالمجتمع يوما بعد يوم تزرع فيه هذه القيم، حتى وإن كانت هذه الأيام لم تظهر وتطفح على الصفح على السطح، إلا أن هناك أخلاقا بدأت تزرع داخل القلوب وبدأت تنتشر شيئا فشيئا، وفي يوم من الأيام سوف تظهر وتطفح على السطح كما يحدث في دول الغرب وما إلى ذلك من بعض السلبيات وبعض ما ينادون به من أمور لا تليق. أحبابي الكرام، نحن في هذه اللحظات نريد من تفكيرنا أن يكون تفكيرا إيجابيا. كيف نركز على التفكير الإيجابي، وكيف نحدد التفكير الإيجابي، وكيف نجعل العقل والدماغ يذهب إلى التفكير الإيجابي؟ أحبتي الكرام، لا أخفيكم سرا أن الإنسان إذا كان في بيئة سلبية سوف يكون تفكيره سلبي، خاصة إذا كان هذا الإنسان الذي يجلس معه وذاك الآخر الذي يتحدث معه يتحدثون عن سوء الظن ويغتابون فلان وفلان، هذا كله يؤثر في الموضوع. حتى وإن كان الشخص الآن بريء فهو عند هذا الإنسان متهم. لماذا؟ لأنني قد غذيت وتشبعت تشبعا كبيرا أن هذا الإنسان غير صحيح، وأن الإنسان يعني قد فقدت منه الثقة، وأن هذا الإنسان لا يتحرك بشكل طبيعي وبشكل انسيابي. داخل البيوت عندما يتحول التفكير من تفكير إيجابي إلى تفكير سلبي، عندما أنظر إلى زوجتي بأنها خائنة، عندما أفكر أن ابني هذا ابن عاق و سيطول به الأمر ولن يستقيم ولن يكون إنسانا صالحا، عندما أنظر إلى ابنتي أن هذه البنت بنت قد ضاعت وضيعت ولا ينفع بها شيء، هذا التفكير السلبي ربما أنت تكون سبب فيه. كذلك الأمهات عندما يكون تفكيرهن سلبي، فالابن وفي صغره وفي نشاطه تريد من هؤلاء الأبناء أن يكونوا يعني بدون حركة بدون نشاط، لأنها تخاف على بعض الأثاث، تخاف على بعض الأشياء داخل البيت، ولو أنها أطلقت لهم العنان لكانت يعني هي تفكر بهذا الشكل لكان للبيت دمار وكسروا هذا وكسروا هذا. هل تعلموا أيها الأحباب الكرام أن الإبن إذا أطفئت جمرة نشاطه في هذه المراحل، اعلم بأنك قد أطفأت ابتكارا وأطفأت تفكيرا إيجابيا، يوم من الأيام سيكون هذا الابن من الناس الصالحين بإذن الله عز وجل. نحن لا نريد أن يكون تفكيرنا تفكير سلبي. بعض الأزواج وبعض الزوجات يفكرون بعضهم لبعضهم البعض بالضد، فالزوجة تقول الآن زوجي يفعل كذا وكذا، والزوجة أيضا تقول إن زوجي الآن يفعل كذا وكذا، ربما كان بإحساس أو ربما كان بموقف ما كان قد حدث بينهما، وربما ذهب الزوج إلى
أهله وإلى أمه في زيارة وما إلى ذلك، عندما يرجع هذا الزوج تقول له زوجته: ماذا قالت لك أمك؟ ماذا فعل لك أهلك وإخوتك؟ ماذا قالت لك أختك؟ وتبدأ تحقق وتدقق. هذا من كثرة التفكير السلبي، وهذا مشكلة حقيقة، خاصة إذا ارتبط هذا التفكير بمشاعر سلبية. والمشاعر السلبية دائما مبنية على الكره، ومبنية على عدم الرضا، ومبنية على يعني عدم القبول. هذه المشاعر بمجرد أنها ارتبطت بالتفكير فلن يكون التفكير إلا سلبي. فلهذا تكون السلوكيات داخل البيوت مرتبطة ببعضها البعض بأن السلوكيات تكون سلبية. ولكن أحبابي الكرام، لو أن التفكير كان إيجابي، ولو أن التدقيق كان إيجابي، ولو أن المشاعر حقيقة كانت إيجابية، فيها من المحنة، وفيها من الود، وفيها من المحبة، كم من زوج حقيقة كان يحب زوجته، ويعني فيه مشاعر الود والتراحم تجاه زوجته. الآن إذا بزوجته تتغير عليه، ولا زال هو بمشاعره التي فيها حب ورحمة ومودة، ولا يستطيع الآن لأن مشاعره قد سيطرت عليه، فتفكيره لا يزال فيه مودة ورحمة، فبذلك تكون تصرفاته وسلوكياته، حتى وإن اجتمع الناس، حتى وإن حمل إلى القاضي، حتى وإن طلبت هي الطلاق، فإنه لا يريد منها الطلاق، ولكن يريد منها أن ترجع إلى بيتها وترجع إلى تربية أبنائها. لا يريد أن يهدم هذا العش الذي بناه معها في يوم من الأيام. ولكن لو أنه لديه أدنى درجات السلبية في التفكير، وأدنى درجات السلبية في المشاعر، فإنها ستؤثر كل واحدة منها على الأخرى، وبذلك سيكون التصرف والسلوك سلبي جدا. والله أنا أحكي لكم أحبتي الكرام من واقع. كانت هناك يعني عائلات مرت علينا في حياتنا، يعني كان سبب الفراق بينهم أن المشاعر كانت غير متوافقة، كل ذلك بسبب سلوك معين داخل البيت. هذا السلوك أثر على العواطف، هذه العواطف وهذه المشاعر تغيرت وتبدلت، فإذا بالتفكير يتغير تلقائيا فأصبحت تدور في دائرة السلبية. الزوج يعني يبحث عن الدائرة، يبحث عن كيف يحل المشكلة، والزوجة وأبنائها أصبحوا يدققون ويدكنون على هذه المشكلة، فما كان من الحل يعني الدواء الناجع إلا الفراق. حقيقة إن الطلاق ربما يكون في هذه الظروف حقيقة ناجح، وربما تخلص كل واحد منهما إلى الآخر، ولكن يعني تخلصوا من بعضهم البعض بسبب مشكلة كانت، وبسبب ظرف سلبي كان. وهذه للأسف يعني نحن نقولها، أن هذه الأسرة جاءت في آخر اللحظات وفي آخر المراحل، وكان بينهم الفراق والشقاق. أحبابي الكرام، نريد من الإخوة أن يسمعوا القصص التي كان لها أثر على البيوت، سواء كان سلبي أو إيجابي. أنتم الآن أحبتي الكرام الآن داخل بيوتكم، الآن تسمعون إلى حديثي وتسمعون هذه الكلمات التي أكلمكم بها. لا تأخذوا القصص التي تحدث في بيوت الآخرين على أنها قصص عابرة. لا، اجتمعوا مع بعضكم بعض، اجلسوا، هذا ليس من باب الغيبة والنميمة، ولكن من باب تحليل الواقع، وألا تقعوا أنتم أيها الأحباب في هذه المشاكل التي تحدث. الأزواج الآن يريدون أن يحلوا هذه المشكلة بأي طريقة كانت. إذا كانت هناك مسألة التراحم والاحترام داخل البيوت قد ضاعت وضيعت، فعلى الزوجين أن يدكنوا على هذا الأمر، وعلى الزوج أن يتفطن لهذا الموضوع ويقول لزوجته: ما ضاعت العائلة الفلانية إلا بسبب قلة الاحترام، فبيني وبينك الاحترام والود ما بقينا على هذه الحياة في هذه الدنيا.
وإذا كان من الأشياء التي ضيعت هذه الأسرة عبارة عن التصرفات وبعض الأمور التي لا تليق، فعليهم أن يضعوا حدودا ويخطوا خطوطا حمراء حتى لا يتجاوز أحد منهما هذه الخطوط. إذا كانت هناك يعني تدخلات خارج البيت، أو ربما كانت المرأة ممن يتحدث عن زوجها خارج البيت، فعند ذلك نقول لبعضنا البعض في دائرة المودة والرحمة والحديث الراقي والرائع داخل بيوتنا أن هذا الأمر قد ضيع أسرة وضيع عائلة، فعلينا ألا نتحدث وألا نتكلم حتى نتقي الله جل وعلا ونحن في هذه اللحظات المباركة. أحبابي الكرام، الحذر، كل الحذر من أن تضيع هذه الأمور ما يجول في خاطرنا من تعابير. فعندما نتحكم في ذواتنا ونتحكم في ألسنتنا ونتحكم في مقالاتنا، عندها نصرح بما نستطيع أن نقوله. إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتحكم في ألفاظه ويتحكم في سلوكه، فأقول له الآن توقف، لا تصرح بمشاعرك ولا تصرح بما في تفكيرك ولا تصرح بما ولا يعني تعمل السلوكيات التي هي بنيت على التفكير وبنيت على المشاعر السلبية، اكتمها، أفضل من أن تخرجها في هذه اللحظات، لأنك إن أخرجتها سيكون لها مردود سلبي. ولكن ابحث عن البيئة الحقيقية التي تستطيع أن تخرج فيها هذه المشاعر، وتحدث مع زوجتك بكل رقي وبكل احترام وبكل ود، عندها ستتقبل منك هذه الكلمات حتى وإن كانت هذه الأشياء بسلبياتها. كذلك الزوجة، نقول لها عليك أن تنتبهي لزوجك وتخيري الأوقات المناسبة، وليس كل ما في قلبك وفي تفكيرك أن تبوحي به له، لأنه أحيانا حتى وإن كان يعني مستقبل لهذه المواضيع ويستطيع أن يتكلم عنها، لكن الغيرة ولكن يعني حبه لأهله وحبه لأمه ووالده ربما يقلب المواضيع إلى مواضيع أخرى، فاحذري أن تقعي في هذه الحفر وتقعي في هذه المطبات، لأنها خطيرة جدا على كثير من البيوت. فكم من بيوت جربت هذا الموضوع فما كان منها إلا السلبية، وما كان من ذلك إلا الفراق والطلاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحبابي الكرام، نريد أن ندكن على أمر مهم جدا، أن الاختلاف بين الأزواج أمر طبيعي، كل واحد له تفكيره وكل واحد له يعني تصرفاته، ربما كانت بسبب البيئة التي كان يعيش فيها، وربما كان بسبب التركيبة التي خلقه الله عز وجل بها. هذا الإنسان ربما يكون عاطفيا، وهذا الإنسان ربما يكون عقلانيا، هذا الإنسان ربما يكون لديه بعض التطرف في بعض الأمور، ربما يكون لائحيا يتبع القوانين وكل شيء عنده مرتب ومنظم، وهناك إنسان آخر ربما يكون عشوائي وربما يكون مبعثر الفكر مبعثر السلوكيات. هذه الأمور أمور طبيعية، ولكن لا تجعلوها مصدرا للصراع ولا تجعلوها مصدرا للشقاق والفراق. لابد أن نتفهم بعضنا البعض، ولابد أن يعرف بعضنا البعض. هذا التفهم وهذا التفكير الحقيقي يبدر منه سلوك التفهم لسلوكيات الآخر، وما يبدر منه من أمور سواء كانت نرضى عنها أو لا نرضى عنها. أهم شيء يكون الاحترام موجود، أهم شيء تكون العاطفة داخل بيوتنا جياشة ومسيطرة بحبها وودها ورحمتها على تصرفاتنا داخل البيوت. لابد أن نجعل العواطف هذه بداية الزواج تكون جياشة حقيقة، ولا يحتمل بعضنا في بعض شيء، إلا أنها مع استمرار الوقت ومع الاحترام والتقدير تنقلب إلى مودة ورحمة، وينقلب إلى تفاهم وتفهم الطرف الآخر. إذا وصلنا إلى هذه المرحلة فلنعلم علم اليقين أننا نجحنا في حياتنا الزوجية. أحبتي الكرام،
ها نحن قد وصلنا إلى آخر الحلقة، فأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.